عليكم على بركة الله ينطلق العداد. بسم الله. شانيل شانيل اوريجينال شي حاجة زوينة وغزالة، جوج متر وخمسين متر وستين. بالنسبة للكليان لا ديجا كان مثلا شي وحدة واخدها من عندنا غالية ولا شي حاجة، يعني ماشي مشكل ريكيبيروها، حنا مكنخسروش مع الكليان ديالنا. هاد المرة غنديرو فيهم لي سولد، عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، مبقاوش فيهم بزاف، غندير لهم واحد الثمن اللي جد جد مناسب. الثمن هو 250 درهم. بالنسبة للناس ديال الانستغرام، إلا بغيتو تشاركوا في القرعة والمسابقة ديال خمسة ديال لي باك، يعني دخلوا الفيديو الأولاني ديال ماريشال امبانكلي في الانستغرام ولا في الفيسبوك، وبارطاجيوها لخمسة ديال صحاباتكم لا، وخلي فيها التعليق وديري فيه جيم، وغادي تشاركي معنا ديك الساعات في القرعة إن شاء الله اللي غادي تكون نهار الأربعاء مع الثمانية. بسم الله ينطلق العداد. ماريشال هذا ها هو اختي شانيل. شانيل أنا كنحلم ماريشال حيت عليه الضغط بزاف، حتى هو ماريشال قايل لي بقا نقولها ماريشال كاين ماريشال كاين ماريشال تاين، وليت كنمشي أنا الدراري وليت كنعيط لهم ماريشال أجي ماريشال. ها هي لاله ساميه 250 درهم. 250 هذا راه تحت طلب هذاك الفيديو اللي فات ديال شانيل، كان اللي ضغط بزاف وما بقاش كنا نديرو. ايه هي لاله ساميه، غادي نخلي لكم هذاك هو الاخراني. كاين هاد شانيل هذا عاوتاني، شو على شانيل كيفاش داير؟ والله العظيم هذا 700 درهم، 250 درهم. شي حاجه واعره، 250 درهم فقط. ها هو لا طومبيله، ما نعاودلكش اختي، راه لا طومبيله كاينه. سمحوا لي راه ما بقاوش عندي رجلين باش نوض، ما تكتبوش لي راه ولات فيك العياقه ولا فيك التبعصيص ولا شي حاجه، رجلي هي ضراتني عذروني هذه المره هذه. ها هو اختي فيه جوج لوينات، فيه هذا وفيه الموطاق ديالو. ها هو اختي ها انت شوفي الموطاق ديالو كيفاش داير اختي. انا دابا غنلو واحد الفيديو لاله ساميه، ما تقلقي ما حتى شي حاجه، ان شاء الله غادي توصلي لك الشيء اللي بغيتي. هاد لي زكويل هذا عاوتاني تا هو زوين صانين، غير هو هذا بالنسبه للكليان باش يعرف يشري شنو كيشري. بالنسبه للناس ديال الانترنيت راه تقليد، خصنا نوصفو لكم انتو كما هو، حيت شهاده ديال الحق، ما شهادوش شهاده ديال الزور. نقول لكم انتو راه ما كيتجبدش، ها هو هذا راه كيتيري شويه. علاش؟ هو السيل ديالو ديال بحال هكا كيجي رويمي في اللبسه، راه زوين واعر. لو شغم ديالو هو هذا، الا ما كانش فيه هذا راه ما بقاش شتو سميتو ديسكويل. هذا حتى هذا 250 درهم، اللي كان داير 600 درهم في هذا اللوين هذا وفي هذا اللوين هذا. ها هو شوفي اللوينات اللي كاين. بغيتي اختي تكوموندي، كاينه ساميه وكاين ميدو وكاين توفيق كاين عماد كاين حميد كاين صلاح كاين الدراري كاملين. بالنسبه للتوصيل اسمح لي، توصيل 50 درهم 20 درهم في كازا. بالنسبه لادريس كاين في شارع افغان الساحه حسني حدا باب الجامع. واللي بغات تعرف اي معلومات ديالها ديال الكليانه ديال الكليه ديالها، واش خرجت واش باقا في المحل واش غادا واش في البوسطه، دوز عند حسنة، دوزي عند الدراري، عطيوك النمره ديال حسنة تواصلي معاه. هي اللي اي حاجه على الكليه ديالك، اي معلومات على الكليه ديالك، فين كاينه وامتى غادي تليفرا واش خرجت من المحل واش صيفطوا ليا ولا لا، دوزوا عند حسنة هي اللي غادي تقول لكم هذه المعلومات. حيت الدراري خليهم كونسونطري غير مع البيع والشراء، يلاه تكافوا معكم. مرحبا وألف مرحبا، بالصحه وراحه.